للعواطف. طلعت انا ما ادري وش ماسكه معي. طلعت اليوم استاذ طلحه احمد، يعني النادي الاهلي اعلن عن غياب روبرتو فيرمينو عن مواجهه الاهلي امام الخليج. هذا اللاعب طبعا اللي قدم عرض لافت في المباراه الافتتاحيه للنادي الاهلي امام الحزم، واعطى للجمهور الاهلاوي ثقه كبيره انه سيكون العلامه المضيئه الاخرى بعد التجربه العريضه اللي قام فيها النجم السوري عمر السومه مع النادي الاهلي. انت شايف تاثير غيابه؟ الاهلي راح يختبر في مباراته مع الخليج بكره؟ طبعا هو اختبار من عدة أطراف أو من عدة جوانب. الأهلي قدم مباراة جيدة، المباراة الأولى، الآن راح يتعامل مع مباراة بظروف مختلفة ابتداء من عامل الأرض إلى عامل المنافس إلى عامل الأهلي نفسه والغيابات الموجودة حوله. أتكلم عن غياب فيرمينيو اللي تفضلت فيه حضرتك، ضربة فنية ومعنوية. الآن فيرمينيو لما كان يحتفل بالهاتريك يا أبو بدر، لو سألت أي واحد من مشجعي الأهلي شو شيء أكثر شيء خايف منه، بقول لك هذا اللي سجل الهاتريك ما يسجل هاتريك مرة ثانية، أو ما يكون بمستوى، أو إنه يغيب. فهذا الشيء حصل بوقت مبكر. ما يعز النفس بالأهلي لأنه ضربة نفسية ومعنوية، هذا شيء طبيعي، وإذا ما كانت في له تأثير بيكون في خلل لأنه هذا اللاعب اللي سجل هاتريك. ولكن ما يعز النفس بالنسبة للأهلي هو وجود العناصر الأخرى التي قد تسد من غياب فيرمينيو. على الأطراف موجود رياض محرز، موجود ماكسيما، موجود بودبوس بمركز رأس الحرب، من الممكن نشاهد يعني كتبديل أو بديل حسن العلي أو المجرن، ممكن أن يعتمد على الرشيدي. ولكن بغض النظر مين هو اللاعب الذي سيشغل مركز فيرمينيو بالضبط بهذا الشكل، يجب أن يكون التركيز الأكبر على خلق مساحة للأطراف للدخول إلى العمق، الاستفادة أكثر من رياض محرز وماكسيما بالعمق وداخل منطقة الجزاء أكثر. شيء طبيعي بوجود فيرمينيو، التعليمات أن تكون الخطة تبنى على فيرمينيو وتوريد الكرات إلى فيرمينيو، إيصال الكرة إلى فيرمينيو. غاب فيرمينيو، الآن يجب أن نجد حلول أخرى، وهذا الشيء موجود، العناصر موجودة. مع الأخذ بعين الاعتبار فريق الخليج يعني فريق قادم من خسارة كبيرة أمام الفيحاء بثلاثية، أتوقع اللي شاهد المباراة بيتفق معي أن الخليج بتلك المباراة على أقل تقدير لم يكن يستحق الخسارة بهذه النتيجة. حتى لو استحق الخسارة لم يستحق الخسارة بهذه النتيجة، كان على أرضية الملعب موجود متوازن، ولكن يؤخذ عليه التسرع وتحويل الفرص والسيطرة إلى خطورة مباشرة. مشكلة الخليج بالهجوم أعتقد سيتم حلها من خلال تعاقد مع المصري محمد شريف. فأي مباراة يعني المفروض أنه الأهلي يفوز فيها، ولكن من دون استخفاف وتعويض النقص الفني اللي بيحصل من غياب فيرمينيو. نقطة نظام، أسمع لصوت الجمهور اليوم. يلا